وهلا صار وقت مسابقة سيدة وود الأسبوعية. رح نحط لكم مقطع من فيلم ولازم تعرفوا من أي فيلم هذا المقطع. بيك وأعلمك، جايلي دلوقتي تقول لي أعمل إيه يا قليل الأدب؟ يا بابا بقول لك كل اللي هن نصابين بيضحكوا على الناس وياخدوا فلوسهم. فاكرني عيل زيك يا ولد؟ فاكرني مراهق؟ يا بابا بقول لك كل اللي هن نصابين. وفيكم تشاركوا بالمسابقة عبر موقع سيدتي من خلال التصويت، والفائز رح نذيع اسمه بالحلقة القادمة ورح يكون له جائزة كتير قيمة مقدمة من مجلة وموقع سيدتي.